مهمين شنو هذاك؟ هذا الحليب هذا البياض. بياض الموبيل ديال خالي الله يدخل عليه الصحة والسلامة، والله يجعل ربي نجيه من الحديد ومن الكسيد ومن العدو والعدو 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 يا ربي آمين. مهمين الله يحفظك ليا. جبتي حتى الملحة مسكينة، زيد هادي الملحة هذا الملحة حتى هي الناس. الله يشوف نقول لك واحد الحاجة وسمحوا لينا، اسمح لي يا خالي أويلي. ان شاء الله نجيب لك الكبيرة ان شاء الله، عقب عقب المدام ان شاء الله نشوفوا وليدك. هذيك هي الدنيا وما فيها، الله يطول لي في عمرك وليدي وتستاهل كثر كثر كثر. الله يحفظك. هذا راه الجهل ام مينا ماشي الابيض، راه الجهل هذا. السلام عليكم الخوت، كي دايرين لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، ومرحبا بكم في ثاني فيديو جديد. المهم الخوت قبل ما نبداو خليو لي شيرايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تاكدوا بانكم مشتركين في القناه ومفعلين معكم هذاك الجرس باش اللي كان شي حاجه جديده توصلكم نتوما الاولين. تفعلوا الخوت مع الفيديو، خليو لي التعليق الزوينه ديالكم. يلاه نبداو. الو السلام عليكم. السلام، كي داير اختي؟ لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. صحتك مزيان الحمد لله. تقدر اختي تشرفينا بالاسم ديالك؟ أنا سميتي أمنية. مشرفين. المهم اختي أمنية، كاين معنا واحد السيد هنا كيقول انت وياه على علاقة شي سنين دابا وكيبغيك وناوي معاك المعقول، ويعني انت اللي كاينة عنده في خاطرو. تقدري تقول لنا الاسم ديالو؟ لأنه ربح معانا واحد الهدية بسيطة وبغي يعطيها لك انت، تقدري تقول لنا الاسم ديالو؟ دابا شنو هادي شي مسابقة ولا شنو؟ مسابقة. دابا هادشي ربحوه هو ويقسمو معايا ولا غيعطيني؟ ربحوه هو، وهادشي اللي عطينا هاد الباك اللي عطيناه ديال خاص بالنساء، وقال لينا عندي واحد يعني واحد البنت اللي معاها في علاقة جدية ديال بصح وبغى يعطيه لك. دابا شنو مطلوب مني انا؟ مطلوب منك اختي هي تعطينا الاسم ديالو. انا عندي واحد في حياتي سميتو ياسين. شناهو؟ سميتو ياسين؟ دوزنا الطويل وثلاث سنين والعذاب وكل شيء، ولا سميتو ياسين دابا ياك؟ ممكن نعرف شكون معايا بعدا؟ علاش؟ شتي راه يكذب هاد الشيء هذا؟ هما راه متفقين بيناتهم أصلا. شايفاه هي؟ بص عليها عادي وقت بالها مني. شوف طولبا لوليداتكم، طولبا لوليداتكم. الانسان فين ما كان فشي بلاصه ويتقدى الحوايج ولا فشي قهوه ولا شي جرده ولا شي لعبه، ديما الانسان ما عمره يغفل على ولادو. هادشي راه والله خطير هادشي. ديرت نقيس زعما ما فكرتيش ديرت نقيس؟ هزو معايا انت؟ لا صافي دخل سوق راسك. نعم ولكن الشكل انتقل لك؟ لا. ديرونجيك؟ لا. صارفوا عليا؟ لا. ثلاجتك؟ لا. شراب؟ انا كنسول انت لا كنجاوب. واخا هكاك شوفوا دابا حنا مدافعين هنايا معاهم، عطاهم العذاب. واخا هكاك شوفوا احسن حاجه هي جابوا لنا نيكي ميناج العام، وتحيه الموادين من هذا المنبر الله يرجع لنا نيكي ذا كوين. عيطوا لي نيكي ليميني، ما كاين مشكل، ولكن نيكي ميناج هي احسن وحده ذا كوين. هي اللي عجبتنا، هي وغازو تشاكولا. لا حول ولا قوة الا بالله، الشباب طائعة صاحبي. ولكني راه اللوم ماشي على هادو، اللوم على الوالدين اللي سامحين ليهم يجيو لهاد البلاصة هادي. وي هاي هاي كتعرفي حتى الفقاس؟ هادي كلمة الفقاس منين جات؟ الفقصة. وهذاك؟ كعب الغزال. كعب الغزال، شحال سميت عندنا؟ زوين كعب الغزال. جات شبه لكعب الغزال. هاد بلقيس هادي
خطير. خلصيني خلصيني. The shoes go to Jazz now. He said he will charge me like 20 dirhams for the shoes. You see, he doesn't do like this. You see, it's like this. You charge me 20 dirhams. Come on. I will call police. سير جيب البوليس. Mine is not like this. صوبت لك ما بتخلصينيش لعو. سير جيب خلصيني خلصيني. You give me my 5 dirhams. My shoes is not like this. Okay, I will go police. I will go police. Just now, my shoes is not like this yet. And he repaired it, he charged me like 20 dirhams without doing a good work. I said, okay, I can only give you 5 dirhams. Now when I give 5 dirhams, he destroyed my shoes like this. Probably you may say that, okay, this is not a big deal. You don't need to do this. No, it's a big deal. I need to go to the police station. I just tell the police my problems and I'm happy that they listen to me. It's not fine. The 650 meter gentleman beside me, the policeman. Whether the problem can be solved or not, but I'm already very happy. At least they listen to me. Sometimes maybe you are strangers come to the foreign country, go to the police station or something, maybe they will not listen to you, but I'm already very happy. At least he listened to me and followed me. You give my money. I don't want to do here. Give my money. I will go. I thank this monsieur from the police station. I know it's not a big deal, but I need to get what I supposed to get. Don't hope the others cheat me. Monsieur, I can go? Okay. Okay, shukran, shukran. Thank you very much. حتى هو رخصو يمشي ليها حيت الصورات وشهرات به حتى هو عنده الحق باش يمشي ليها علاش اصلا كتصوروا علاش هضر معاه ولكن ما تصوروش واش كل يوم بدا السيطره هجموا عليهم بغيتي نعرف دابا علاش كيدفعوا عليهم البيبان واش ما خلاهمش يدخلوا ولا دار لهم شي مشكل ولا شي حاجه ولكن هاد الناس كل ما داروا لهم شي حاجه ما يمكنش غيدفعوا عليهم البيبان بحال هكا انسان انسان مسكين زربان زربان راه كليت العصا في صغري قتلت العصا عقل عليها عاودي هذا عقلت على تال بصح ماشي قتلت العصا غير واحد العضه فهمت من طرف من طرف ماما طبعا انا الام المغربيه الله يخليك ولكن عيقت بزاف درتي لها شي شوبه دابا انا كنسني واحد القضيه صح ما كانوا كيجيو عندنا الناس الدار كنبدا نبكي خصني ندير الدراما في الدار كيجيو الناس خصني نبكي وندير حاله في الدار واحد النهار كانوا جاو عندنا الضياف عاوتاني مع حطوا الغدا ما بديت كنبكي وتنغوت وتنهرس ما عرفتش علاش اتيغي لا طونسيون يمكن بحال هكا كنت مسطيه لا كيكون اثاره الانتباه الاطفال كان واحد كيفاش كيديرها على طريقته صافي وبعد بديت كنبكي وصافي بديت كنغوت مشيت كان هكا كنا كنتكاو على يدينا هكا وتنبكي زعما في الصالون تنبكي كنبكي كنبكي ونتكي على كرشي وتنبكي تنكرس واحد العضه في ظهري ديك العضه عباري ديك العضه ظل فقصه حيت عيقت على ماما عيقت على ديك العضه ظل فقصه وحبستي كانت اخر مره عرفتي صوتي ما بقاش كيتسمع كتبان لي هذه ممثله مان صغرها كتبان لي الحاج يلاه بارك فوق العماريه حتى ولات عندهم على 70 عام في العمر ديالو فهمتش شنو هو الشيء كيدير واش كوارك هذا واقيلا ما فهمتش واش هذا سحر ولا شنو هو العجب اللي كيديروا هاد الناس هادو عندي رجال وانا عندي واحد مضغطط علاش هابط
دابا شكون اللي عرف احساس شنو كيقول؟ راه ما تيفرش الهضره ديالو، ما تعرفوش شنو تيقول. بعدين من الرجل ونضربك. غنضربك، غنضربك، شوف انا غنبقى نقاسي الرجل. قال لك الرجل ديالي فين ترجليت؟ فين ما فين ترجليت انا كاع؟ الرجل ديالي. الله 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 دابا واش هو قال ليها شي حاجه على صدرها؟ داك الشيء علاش قمعته هاد القمعه بحال هكا؟ راسو كيتحنوا لي على يدي، كاينه اللي كتحنى لي على رجلي، كاينه اللي كتبوس لي راسو. المهم مناض غيدير داك الشيء ديالو، قال لك يا معشر الجن يا كذابين، يا معشر الجن يا كذابين. بدا كيدير شي حركات، كاينين شي عيالات كيطيحوا، كاينه اللي ما كطيحش، كاينه اللي كتبكي، كل وحده وشنو كدير. انا والبنت ديالي، انا والبنت ديالي ما وقع لينا والو، عادي. بنتي جا داك الشيء في الشكل وهي تضحك، ضحكات بحال هكا، وهو يجي هو يعطيها بعدا في الاول جوج تصرفيقات، ضربها هكا وعاودها هكا، رجعت حدايا وجلسات. انا بقيت كنشوف فيه، هو يقول لي انت نوض عندي. منين نضت عنده وقفت قدامه قلت له نعم الشريف شنو كاين؟ ما هضرش معايا، شاف واحد الراجل اللي جالس حداه دار فيه غير هكا، غير شاف فيه، ناض شد ليا يدي ولواها ليا، وناض واحد اخر شد ليا اليد اليمنى. اللي كان شاد ليا اليد اليمنى كنكتشفوا اليوم في المحكمه بانه هو ولد عمه، وكنكتشف بان الراجل الكبير اللي الوالي يدي هو اللي كاري ليه ديك البلاصه فين داير داك الشيء، فين كيدير داك الشيء وخدامين معاه. منين شدوا ليا يديا ضربني بجوج تصرفيقات، طحت. منين طحت ما بقيتش عرفت العصا واش كليتها بالرجلين ولا باليدين. قلت لها واش في نظارك، قلت لها واش في نظرك انتي هذا شريف اللي دار لي انا هاد الحاله هادي؟ واش داك لعندهم؟ اش داك لعندهم؟ اش اللي بغيت نعرف؟ اش داك لعندهم؟ عبر عليك من جهتي انا. انا الخوت نكون وصلنا لاخر الفيديو، الا كنتم من الابطال وبقيتوا حتى لهاد الدقيقه هادي خليو لنا شي لايك، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، تاكدوا بانكم مشتركين في القناه ومفعلين معكم هذاك الجرس باش الا كان شي حاجه جديده توصلكم نتوما الاولين. تفاعلوا الخوت مع الفيديو، خليو لنا التعليق الزوينه ديالكم، تهلاو في راسكم، تهلاو في والديكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.